أهلا بكم في مدينة إكسفو. دبي هي أندر بلاد العجائب. كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات. دلوقتي احنا طلعنا من محطة المترو، نمشي بقى ونروح على إكسبو سيتي. يلا بينا. احنا طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض محطة المترو يعني شيء ولا أروع بصراحة بجد، يعني المخرج لمدينة إكسبو. كده احنا طلعنا من المترو ووصلنا لإكسبو سيتي. التاكسيات اللي هي واقفة هناك دي، التاكسيات دي بلاش، توديك أي مكان في إكسبو سيتي. تعالوا ناخد التاكسي ونروح على الوصل دوم. يلا بينا. خلصنا من الوصل دوم، دلوقتي هنروح على الشلالات. Waterfalls right؟ بليت لما قلت يا بس. دلوقتي بعد ما خلصنا من الشلالات هنروح على جاردن ان ذا سكاي او جنينة في السماء. يلا بينا نشوف شكلها عامل ازاي. حديقة الذرية.
طبعا انا بحب اشكر كل الشباب والبنات الحلوين دول على مساعدتهم لينا في حديقه الثريا جاردن ان ذا سكاي، وهنسالهم كلهم واحد واحد اسمهم ايه. Can you say your name really quickly? Ninal. I'm Gerald. Janice. Ninal. Christian. Dominic. I'm Ace. شكرا ليهم كلهم. Thank you so much all for your hospitality. Thank you. Bye. ومن مدينة إكسبو الجميلة إكسبو سيتي من دبي الجميلة، بتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تشاركوا الفيديو، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك إذا تكرمتم، وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.